أصحابي، أنا اليوم كتير مبسوطة لأن رح نحكي عن موضوع كتير بحبه، بس قبل خلينا نشوف سؤال حلقتنا لليوم. Do you know who the fastest runner in the world is? فإذاً مين أسرع عداء بالعالم؟ أنا بعرف الجواب بس رح خليه لآخر الحلقة لأنه قبل بدنا نشوف نور شو عم تعمل. نور is wearing her sports clothes. She puts on her running shoes and goes to the backyard to exercise with her friends. نور اليوم حبت تعمل رياضة مع أصدقائها. الرياضة كتير مهمة لأنه بتخلينا نحافظ على جسمنا ويكون صحي وبتمرن عضلاتنا. اليوم رح نعمل مثل نور ونتعلم حركات رياضية فيكن تعملوها أنتو بالبيت. منحضر حالنا كتير منيح، منلبس التياب للرياضة ويكونوا بيريحوا، ومناخد نفس عميق. بتعرفوا أنه القلب هو أهم عضلة بالجسم؟ القلب بيوزع الدم للراس، الإيدين، الإجرين ولكل أعضاء الجسم كمان. القلب بدق كل نهار على مدار الساعة وخاصة بس نتحرك بسرعة. فيكن تحسوا بدقات القلب إذا بتحطوا إيدكن اليمين على صدركن جهة الشمال بهالطريقة. عم تسمعوا؟ يمكن صعب تحسوا هلأ بدقات القلب لأنه هلأ نحن بوقت الراحة، بس وقت نعمل رياضة بيكون القلب عم بدق أسرع وأقوى لأنه عضلات الجسم عم يشتغلوا كتير وبحاجة لكمية دم أكتر. منمرن عضلات القلب كل مرة منركب على الدراجة أو بايسيكل، على الرولر سكيت أو مننط على الحبلة. بدكن نتعلم كيف مننط على حبلة؟ أول شيء لازم نمسك الحبلة من هون، ولازم ننتبه أنه نرجع الحبلة ونقربها بقوة، يعني لازم نشد لقدام ووقت توصل لازم ننط. هينة أكيد يا أصحابنا، هلأ صرتوا تعرفوا كيف تنطوا على الحبلة. خلينا نشوف كم مرة فينا ننط بخمس ثواني. أنا رح حدلكن وأنتوا نطوا. 1 2 3 4 5. كم مرة نطيتوا؟ قدرتوا تعملوها على السريع؟ هلأ صار لازم نرتاح ونشوف شو كان الجواب على سؤال اليوم. Do you know who the fastest runner in the world is? Usain Bolt is the fastest man on the planet. فإذاً أوسين بولت هو أسرع عداء بالعالم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتمرنوا على الحبلة وأنا برجع بلاقيكم بحلقة جديدة. باي!